السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد سعيد من قناة أسسين تعقيد، وبإذن الله النهاردة هنشرح اللونج اي من كتاب الفونكس الخاص بي. اللونج اي طبعا احنا عارفين يعني ايه شورت فاول فاولز، ويعني ايه لونج فاولز. شورت فاولز برونون ذا ليدر باي اتس ساوند، يعني في الشورت فاول بننطق الحرف باسمه، الاي بننطقها ا، والاو بننطقها او في الكلمة، والاي بننطقها ايه، واليو بننطقها أ، والإي بننطقها إيه. النهارده هناخد لونج فاول. يعني لونج إيه؟ زي ما أنت شايف الكتاب كده بيقول لك وي ويل برونون ذا ليدر إيه باي إتس نيم. بنقول حرف الإي باسم، هننطقه في الكلمة باسمه إيه. تمام؟ فعندنا كام حالة بقول نحن سوف ننطق إيه باسمه؟ عندنا 7 حالات ننطق فيها باسمه. أول حاجة the first case is A consonant E. الحالة الأولى عندي هي الـ A ساكن E، حرف الـ A وبعدين حرف ساكن وبعدين حرف الـ A. تمام؟ زي ما أنت شايف الكلمات كده، لا إيك ليك. إيه اللي خلانا ننطق الـ A باسمه هنا؟ عندي A ساكن E، ليك ك إيك كيك فا إيك فيك ما إيك مي. أنا بقول حرف الـ A باسمه، ميك تا إيك تيك شا ايم شيم بلا ايم كلين ما ايد ميد سا ايم سيم با ايك بيك كا اير كير لا ايت ليت را ايس ريس فا ايس فيس. الكلمة دي لها نطقين، بالامريكان اكسنت اسمها فيس، بالبريتش اسمها فيز. فا إيس فيس إيت. يبقى الحالة الأولى عندي في اللونج إي هي إي ساكن إي. نقف على السبورة علشان نوضح الحالة دي كويس جدا جدا جدا، لأنها مهمة واللونج فاول مهمة جدا للمنهج الجديد علشان الطفل يدرس صوتيات. بص كده معايا، أنت عندك هنا إيه؟ فاك باك ماد تمام، هات كاك، دي كلها كلمات الاي شورت اي، ا ف ب ما ها ك. الحاله الاولى احنا قلنا ايه؟ قلنا الحاله الاولى اي كونسونانت اي، اي ساكن اي. اول ما تحط حرف الاي الاي هنا بينطق الاي الاي هنا، الماجيك اي هنا دي فاك، حط الماجيك اي بس ما ايه؟ فيك ليه؟ اي ساكن اي. هنا باك حط الماجيك اي بيك، ماد حط الماجيك اي ميد، هات حط الماجيك اي مي هيت، ها كاك حط الماجيك اي كيك، هنا شام حط الماجيك اي شيم. يبقى اول ما تشوف اي ساكن اي هتنطق الاي باسمها. في كلمات طبعا شاذة عن القاعده، ده كلمه مين؟ اور. هتقول لي اي ساكن اي، ليه مش قلنا اير؟ لا دي كلمه شاذه، زي كلمه هاف برضو اي ساكن اي. هتقول ليه مش قلنا هيف؟ هقول لك دي كلمه شاذه. يبقى دي الحاله الاولى من اللونج اي، اي كونسونانت اي. واضحه؟ لازم ابين للطفل الشورت فاول واللونج فاول في نفس الايه؟ في نفس الوقت. طيب ناخد الحاله الثانيه من اللونج اي، وهي The second case is AY. حرف الـ A وحرف الـ Y لما يجوا مع بعض بنطقهم A، الحرفين بنطقهم حرف واحد A. When the letter Y comes after the letter A, we pronounce it أو them A. ننطق الحرفين A. عندما يأتي حرف الـ Y خلف حرف الـ A، زي ما أنت شايف شرح إنجلش وعربي، يأتي دائما في آخر الكلمة ينطق A. تمام؟ زي كلمة إيه؟ ده A. سا A. بلا A. ما A. را A. ري ها برا A. بري، الحرفين مع بعض ولازم يجوا في اخر الكلمه. جرا A. جري و A. وي ها A. هي سبرا A. سبري. نروح تاني للسبوره ونشوف الحاله الثانيه معانا، هي الـ A واي. حرف الـ A وحرف الواي لما بيجوا مع بعض في اخر الكلمه بنطقهم اي.
اي زي كلمه ايه سم اي سي ما اي مي جرا اي جري ستا اي ستي. هتلاقي حد بيشرح الفونكس بالطريقه دي اطلاقا. ستي دا اي دي كلا اي كلي بلا اي بلاي. يبقى الحاله الاولى ايه كونسونانت اي او الماجيك اي. الحاله الثانيه هي عندي اي بلس واي. لما اشوف الاي والواي مع بعض فين؟ في اخر الكلمه بتعمل لونج اي. حرف الواي مهم جدا 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 واسمه سيمي فاول. سيمي فاول يعني فاول الا شويه. احنا عارفين الفاول اي اي او يو ان اي، لكن الواي بيعامل معامله الفاول لانه بيأثر تاثير كبير زي الفاول. يبقى الحاله الاولى اي كونسونانت اي، الحاله الثانيه عندي A plus Y. وانتظرونا في باقي الحالات بإذن الله تعالى في اللونج A واللونج الباقي. وكل ده الشرح ده موجود في كتب الصوتيات بتاعتي الخمس مستويات: Short Vowels, Long Vowels, Blends, Digraphs, Silent Letters and American Rules Pronunciation، قواعد النطق الأمريكي. وأشوفكم على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.